دابا ولا الثاني. حتى دابا هي لما كيطيح الشعر في واحد المنطقه من الفروه ديال الراس كيطيح بواحد الطريقه ان ما كتبقى حتى شعره، والجلد ولا الفروه ديال الراس كتكون سليمه ما فيها لا احمرار لا قشور لا حتى حاجه. اكزاكتو. في حين هي اللي كتجي الدراري الصغار هو ان الشعر كيتقطع وكيبان لك الجذر ديال الشعر باقي لاصق وكيكون احمرار كيكون قشور. العلاج هو مختلف تماما. لا بين لها علاج ناجع لان السبب باين. السبب هو الشوكي يستفي اننا ناخذوا ادويه اللي عندها الفطريات. اكزاكتو. كناخذوا مضادات الفطريات عن طريق حبوب لان الكيمياء ديال الصح كناخذوها عن طريق الكوكسينين لمده 6 اسابيع وخصنا نحترموا هذه المده باش كنقطعوا هذاك الشوكينيو والشعر كيعاود ينوض كان شيئا لم يكن. حين ثعلبه مساله اخرى كما قلتي هو مشكل مناعي غنفسر علاش. في الجسم ديالنا شنو كيبقى؟ كيبقى واحد الاختلال ديال المناعه ومضادات الاجسام ديالنا لي زونتيكور ديالنا كيولي كيبان ليهم الشعر بحال واحد الجسم غريب وكيمشيو كيهجموا عليه وبالتالي كيبداو يطيحوا هذوك الشعيرات. دوكي غتبان هاد الثعلبه كيبانو دي بلاك بقع اللي كيوليو ملسين اللي فيهم الشعر. تقدر تكون بقعه واحده تقدر تكون عده بقع تقدر بقعه واحده تسرح وتولي تاخذ لنا واحد واحد المساحه كبيره من الشعر ولا بزاف البقع كيوليو كيتلاقاو حتى كيمشي الشعر. وفي الحالات القصوى كيحدث ما يسمى بلاكولاد اونيفرسال هو ان الشخص قرعان كيمشيو الحجبان الشفار اللحيه وجميع الشعر اللي كاين. وهذا بلاك الأدوية تقدر تجي غير في اللحية كيبان لك دي بلاك اللي منسي ومبقاش فيهم الشعر. واش عندها علاج ولا نعالجو المرض المناعي؟ خصنا نعالجو المرض المناعي. السبب ألوغ باش نرجعو الأسباب هذا السبب السبب المناعة هو السبب الرئيسي. أبخي علاش غتبان عند واحد الشخص علاش هذاك الشخص بالضبط مضادات الاجسام ديالو غادي يمشيو ويجبو لي على الشعر؟ هذا علامه استفهام ما كنعرفوش. العوامل اللي كنقدروا كون بو انكريميني هما الوراثه بحال دابا واحد العائله اللي فيها شخص او شخصين عندهم هذا المشكل الاحتمال ديال الظهور ديال الثعلبه في هذا اكثر. المساله اللي تلاحظت هو ان هذه الثعلبه كتبان من ورا واحد صدمه نفسيه او صدمه عاطفيه. ما نقدروش نقولوا بان هذيك الصدمه هي السبب شي حاجه في البيت ديالنا باش وقع هذا الشحال. شحال عندها شحال قويه على الصحه ديالنا واو الجسم ديالنا. الوغ قبل ما نتكلم على العلاج نبغي نتكلم على التطور ديال المرض. تفضلي. خصنا نعرفوا انه في الثلث ديال الحالات كتبرى راسها الشفاء كيكون بشكل تلقائي ما كنحتاجو كاع نديرو دي تريتمون. في الثلث الاخر ديال الحالات كتبقى ستادي ديال الشخص يقدر يكون عنده واحد البقعه كبيره ولا صغيره كترى في كل مده طويله بزاف. الحالة الثلث الأخير هو التطور اللي كيكون فولغورون والشخص كيقدر يفقد الشعر ديالو كله ولكن سي امبريفيزيبل. المسألة اللي ما كنقدروش نتنبؤوا بها ما كنعرفوش زعما فاش كيجي عندك ان باسيون ولا مريض عنده هذا المشكل ما كتعرفيش كيفاش غيكون التطور ديال المرض ديالو. واش غيكون من الناس المحظوظين اللي غادي يتشافوا بشكل تلقائي ولا من الناس اللي غادي اكزاكتومون. وهذا حتى العلاج ماشي حيت عالجنا ونقدروا نعوجو الاكتفاء. بالنسبه للعلاج في الحالات اللي كتكون التطور سريع جدا الا كان العلاج بشكل مبكر كنقدروا نعتقوا الشعر لاننا بحال الحال كنقولوش مشى كثر اكزاكتو هو الفئه كلها ماشي كلها مشات ماشي كلها مشات اكزاكتو. دوك شنو كنديرو كنهبطوا المناعه للاسف. دوك باش كنهبطوا بماده الكورتيزون كنعطيو دي بونوس كنعطيو جرعات ديال الكورتيزون بواحد الطريقه الاطفال عندهم. نسيت نقول هذه المساله بان هذا المرض كيقيس الاطفال وحتى الكبار يقدر يقيس الاطفال ابتداء من 3 سنين وباش ما بدا بكري بزاف باش ما البرونوستيك ولا التطور ديالو ما كيكونش مزيان. وعند لي زادول كيبدا تقريبا في 20 سنه. الوغ كما قلت فحنا كنحاولوا نهبطوا المناعه باش هذوك مضادات الاجسام يمشيوش يهاجموا الشعر ديالهم. كما قلت كنديروا جرعات كبيره ديال لي كورتيكويد لي كورتيزول على واحد المده وكاين واحد البروتوكول سبيسيال. الكبار عندهم البروتوكول ديالهم والصغار عندهم البروتوكول ديالهم. هو كيعطي نتيجه مزيانه تقريبا مده العلاج كتمشي حتى 6 اشهر ولكن من بعد التطور ما كنعرفوش. كاينين حالات اللي
كيتعتقوا وما كي ما اذا كتكون ليفولوسيون مزيانه. وكاين حالات اخرى اللي غير كنحبسوا العلاج كيعاود هذاك الشعر كيرجع، كتعاود المناعه ديالهم كيوقع في هذاك الخلل وكتعاود تهجم بها هذوك الشعيرات الشعر ديال الشخص. انا بالنسبه للحالات القصوى اللي انا خصنا نعرفوا انه فاش كدوز تقريبا سنتين وما كتكون حتى شعره باي باي الاحتمال ديال اننا نعاودوا يرجع لينا الشعر كتكون قليله بزاف. واخا هكا كاينين حالات رائعه بحال دابا عندي واحد لاباسيون اللي مشى لها الشعر سيني وحملات سبحان الله وهي ارضي وجع الشعر. الهرمونات واش الهرمونات واش المناعه ديالها ما عنديش تفسير، مي عندها علاقه بالهرمونات والمناعه ديالها بحال عاودت تغلبات على هذوك المضادات يعني الخلايا بحال يتجددوا الى ربما دونك ما نقدرش نفقدوا الامل. ديما الامل كيما قلت لك هما كاينين حالات بحال هكا. اي في الحالات القصوى كنمشيو لما هو كاموفلاج داكور بالنسبه للحجبان كنقدروا نديروا دي تاتواج. بالنسبه للشعر كاينين دي بيريك الان اللي الجوده ديالهم جد عاليه وكتساعد سواء الاطفال والكبار اللي تصابوا بهذا المرض. فكاينين الناس اللي تصابوا بالمرض تاع اللبن في سن صغيره وديما كانوا كيديروا اون بيريك ما عمر شي حد في المحيط ديالهم عرف بان عندهم هذا المرض. دونك ديما كاينين حلول والمرافقه النفسيه تبقى ايجابيه بزاف. المرافقه النفسيه مهمه بزاف لان صعيب اننا نتقبلوا مسائل اللي كتكون افيشون كتكون باينه. انت كتكون انت او انت تقولي بان الامل خاصو دائما حاضر ولكن انت انتما كاخصائيين تفقدوا الامل وتعرفوا بان على الدواء لا حتى شي حاجه ما غادي ينفع هاد لا باسيون لا نو باسيون. اون جينيرال فاش كنديروا 6 شهور ديال العلاج وما كتكون حتى شعره كيكون الامل دائم. الان كاين واحد العلاج جديد لا بيوثيرابي ديال العلاجات البيولوجيه هي واحد العلاجات جد متطوره باهظه الثمن. داروا دي زيستي على لا بولاد على الثعلبه وعطات نتائج مزيانه. الوغ شنو هو المشكل في هذه العلاجات هو اننا ما حنا كنديروا العلاج كينوض الشعر داكوغ فاش تحبسيهم ولكن هذه العلاجات على شكل ماذا؟ على شكل اقراص ولا حقل داكوغ. هي باقي ما دخلتش المغرب ولكن كاينين دي بوبليكاسيون دي زارتيكل اللي تكلموا على هاد العلاجات. لو فخان اللي عندنا هو الثمن الباهي ديالها. ولكن شنو تيديروا هاد العلاجات؟ الوغ هاد العلاجات كيمشيو لدوك لي نوغو ترانسميتور الصغار كيمشيو للخليه لواحد لو نوغو عقلتي زعما كنا كنتكلموا على السويرتات اللي كيقول لهم هذه العلاجات شي ساروت كيحل لنا شي باب كيمشيو لواحد الساروت بالضبط واحد لو نوغو ترانسميتور هي تيمشيو الام تيحيدوا الام ما تتبقاش تنتشر ياخذوا اي واحد اللي عنده شعر قليل ولا كيعاني ابدا نهائيا. مازال طلع الشعر في الثعلبه راه غادي يطلعوا نهائيا ماشي السبب ماشي نفس السبب بحال دابا الناس اللي عندهم النساء ولا الرجال اللي عندهم ذاك الصلع الوراثي ما غاديش يمكنش العلاج ديال الثعلبه يصلح لهاد الناس ماشي نفس السبب. باش كنعالجوا السبب. واخا اخر حاجه نختموا هذه الفقره هذه شرات الغازو والثوم. انا غنفسر واحد المسألة هي فعلا لما كتكون عندنا واحد البقعه ديال الثعلبه شنو كنديروا واحد لو جيل اللي كيهيج البشره كنديروه بالنهار وفي الليل كنديروا ان جيل فيه ماده الكورتيزون. هذه الطريقه هذه حضاريه دابا كاين الطريقه الغير حضاريه هي ديال الشراب الرزوار. الوغ نقول لك جو دو موفيز اكسبيريونس لان الناس شنو كيجيو شنو كيوقع داك الشراب بعض المرات كيكون عميق وكيكون بآلة اللي ما كتكونش نقيه دوك كيجيك الشخص عنده تعفن. لما كيكون التهاب وتعفن كتقضي دوك لي فوليكول والبويسرات ديال الشعر لما كيلتهبوا كيتعفنوا كيقدروا يتسدوا بطريقه نهائيه. دابا لا انا كنقول لك اللي كاينه كتمشي كتمشي كذلك الثومه كاين واحد المشكل كاينين الناس اللي الثومه كدير لهم اليرجي دوك